مشاهدي الكرام، وأعود مرة أخرى مع حضراتكم لنتابع مؤتمر الحرية والمواطنة الذي ينظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بمشاركة شيخ الأزهر والبابا تودروس الثاني. ومعي من هناك مراسل أون لايف عمر نور الدين. عمر، أهلا بك، صباح الخير. يعني كيف يسير اليوم الثاني والختامي للمؤتمر؟ معك تفاصيل. نعم محمد، صباح النور. يعني اليوم الثاني والأخير هنا، به جلستان وكما كان البارحة أيضا جلستان بخلاف الجلسة الافتتاحية. اليوم جلستين يناقشان محورين، هما الأول هو عن التجارب والتحديات للعيش المشترك الحرية والمواطنة، والمحور الرابع هو عن المشاركة والمبادرة. وفي يعني آخر هذا اليوم سوف يكون هنالك جلسة ختامية سيتحدث فيها الرئيس السابق عدلي منصور، وسوف يلقي خطابا ما لم يفعله في الجلسة الافتتاحية. أيضا سيتحدث الوزير بيير رفول، وهو وزير الدولة لشؤون الرئاسة اللبناني، مبعوث الرئيس اللبناني. نعرف أن لبنان يعني ممثلة في هذا المؤتمر، مؤتمر الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين وكلية الأزهر أو جامعة الأزهر، عفوا مشيخة الأزهر، ممثلة يعني ممثلين عن المسلمين والمسيحيين، الكنيسة، السياسي أيضا، التمثيل السياسي موجود وحاضر. أخيرا سوف يكون هنالك البيان الختامي وإعلان الأزهر للتعايش الإسلامي المسيحي المشترك. هذا هو ما ينتظره الجميع، هذا الإعلان وما سيسفر عنه من يعني إجراءات. نعرف أن في السابق مثلا مؤتمر دار الإفتاء الدولي أسفر عن مرصد تكفيري أو لرصد الفتاوى التكفيرية، أيضا هنالك مرصد للأزهر خاص به بعيدا عن دار الإفتاء لرصد الفتاوى التكفيرية. هنالك مؤتمرات عدة تأخذ مكانها هنا في الوطن العربي وفي الإقليم وربما في العالم لرصد ولمجابهة هذا الفكر التكفيري ومجابهة الإسلاموفوبيا، الكلمة الاستثنائية والتاريخية التي ذكرها أو قالها شيخ الأزهر في الجلسة الافتتاحية الأمس. قال بأنه إن لم يتحد الشرق والغرب معا لمجابهة الإسلاموفوبيا سوف تنعكس هذا ليس فقط على الإسلام لكن على الأديان الأخرى المسيحية واليهودية في مقدمتها، وبالتالي هنالك ضرورة حتمية لتكامل كل الجهود، وهذا ما نراه إقليميا عالميا. والآن الحوار الشرقي بين مذاهب الدين الواحد وبين المذاهب أو الأديان المختلفة في نفس الإقليم الشرق الأوسط والوطن العربي. محمد، شكرا جزيلا لك عمر نور الدين، مراسل أون لايف. وكان هذا مشاهدينا الكرام تقريرا وإن كان قصيرا، لمزيد من التفاصيل سوف نتابع فعاليات مؤتمر الحرية والمواطنة مرة أخرى. شكرا عمر.